بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في لقاء سابق تحدثنا أو وقفنا عند قول المؤلفة حفظها الله: حكم يا زيد زيد اليعملات. قالت: إذا تكرر المنادى المفرد مضافا فالأول يكون غير مضاف والثاني يكون مضافا يجب نصبه، أما الأول ففيه وجهان. هذا الكلام موجود بنصه في قطر الندى وبل الصاد لشيخ النحاة ابن هشام رحمه الله. يقول الشيخ: إذا تكرر المنادى مضافا، ماشي يا شيخنا؟ إذا تكرر الإيه؟ المنادى مضاف، يا زيد زيد اليعملات اليعملات. طبعا هذا الكلام يا سيدنا الشيخ رضا يشير إلى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: يا زيد زيد لعملاتي الذبلي، تطاول الليل عليك فانزلي. ومثله قول جرير بن عطية يهجو عمرو بن لجأ: يا تميم تميم عدي لا أبا لكم. ومنه قول آخر: يا سعد سعد الأوسي كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين أمرا طارفي. إذن كلمة يا زيد زيد اليعملات، هذا يا شيخنا يشير إلى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. طيب انتبه معي يا سيدنا الشيخ رضا. يا زيد زيد اليعملات، يقول إذا تكرر المنادى، إذا تكرر إيه شيخنا؟ المنادى. أبي زيد ده منادى، وزيد يبقى المنادى تكرر، لكن تكرر مضافا لأن أضفنا زيد إلى اليعملات. جاز لك في الأول اللي هو زيد الأول ده وجهان. الوجه الأول الضم، وذلك على تقديره منادى مفرد، منادى مفرد. سمعنا شيخنا؟ نقول إيه؟ يا زيد يبقى يا حرف نداء، وزيد منادى مفرد مبني على الضم في محل نصب. ماشي يا سيدنا؟ طيب. ويكون الثاني حينئذ إما منادى سقط منه حرف نداء، يبقى زيد زيد ده ده منادى سقط من حرف نداء، كقوله تعالى في سورة يوسف: يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف. يبقى أصل الكلام يا زيد يا زيد لعملاتي، يبقى زيد منادى مضاف لأن النداء محذوف، أصلها يا زيد، يبقى زيد مضاف ولعملاتي مضاف إليه. ومعلوما أن المنادى إذا كان مضافا يجب نصبه. إذا الأول يجب رفعه أو يجب بناءه على الضم لأنه عالم مفرد، والثاني يجب نصبه لأنه مضيفة إلى إيش؟ إلى إيه؟ اليعملات. إلى اليعملات. يبقى هو قال الضم، وذلك على تقدير منادى مفرد، ويكون الثاني حينئذ إما منادى سقط منه حرف نداء خلاص، وإما عطف بيان، وإما مفعول بتقدير أعني. ماشي مولانا؟ طيب عطف بيان نقول ايه يا شيخنا؟ يا زيد زيد اليعملات، ده اسمه عطف بيان يا مولانا. اسمه عطف ايه؟ المعروف ان عطف البيان يكون تابع لما قبله في الاعراب. قال: واما مفعولا بالتقدير اعني، يعني مش هنخرجه من باب نداء، اقول يا زيد واقول زيد، صح يا شيخنا؟ يبقى اعني زيد اليعملات. والثاني الفتح، بس يا شيخنا لو هنا قال يا زيد هيقول زيد اليعملات، لو اضفناه الى اليعملات مش يجب نصبه؟ هو قال هنا الضم، وذلك على تقدير منادى المفرد، يبقى يا زيد، صح ولا لا؟ الاول يعني الاول الاول
قال يا زيد احنا قال جاز لك في الاول وجهان، في الاول ايه؟ احنا الحديث عن الاول. هتديني عطل تقول يا زيد، ده منادى مفرد مبدا عطل في محل نصب. ويكون الثاني حينئذ اما منادى ساقط من حرف نداء، تقول يا شيخنا يا زيد ليعملاتي، لانه مضاف. طيب، واما عطف بيان، دي مفهومه، دي عطف بيان. طيب، اما عطف ايه؟ بيان لمين يا شيخنا؟ زيد الاولى. طيب، واما مفعولا به لتقدير اعلى. الفتح، وذلك على ان الاصل يا زيد لعملاتي، زيد لعملاتي. الفتح ايه؟ يا زيد بالبركه لعملات، وهنا برضه زيد لعملات. يبقى ليه مولانا نصب؟ تقدير الاضافه. ايوه، بتقدير المضاف اليه. ماشي يا مولانا، بتقدير ايه؟ المضاف اليه. ثم اختلف فيه، فقال سيبويه حدث لعملات من الثاني لدرجة الأول عليه، يعني عدى سيدنا سيبويه يقول إيه؟ يا زيد لعملاتي، ها؟ وقال يا شيخنا؟ زيد لا زيد، ما هو يقول إيه؟ حدث لعملات من الثاني لدرجة الأول عليه. يعني وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. يعني عندنا زيد الثانية دي هتبقى وقعت بين ايه مولانا؟ بين زيد الأولى والعملات. لأن أصل الكلام، أصل الكلام عند سيدنا سيبويه يا زيد، انتبه يا شيخنا، اليعملاتي. وأقحم في النص زيد. أيوه، يبقى زيد ده منادى منصوب عند النصب الفتحة، واليعملات مضاف إليه مجهول. كلمة زيد دي، زيد مولانا، دي مقحمة. مقحمة يعني وقعت بين ايه؟ المضاف والمضاف إليه. وطبعا يجوز الفصل عند كثير من النحاة بين المضاف والمضاف اليه، كقوله مثلا هذا غلام والله زيد، اصلا غلام زيد، ففصلنا بين المضاف والمضاف اليه بايه؟ بالقسم. بالقسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل انتم تاركوا لي صاحبي؟ اصل الكلام هل انتم تاركوا صاحبي؟ ففصل بين ايه؟ بالجر والمجرور، بين المضاف والمضاف اليه. هو سيبويه يقول اصل الكلام يا زيد لعملاتي. طب زيد دي اصبحت مقحمه بالايه يا شيخنا؟ بالمضاف المضاف اليه. هذا ما قاله سيبويه. طب لما اقول يا مولانا ايه؟ يا زيد، وهنا زيد لعملاتي، ماشي يا مولانا؟ يبقى خد بالك، اهو زيد منادى منصوب على النصب الفتح، والمضاف اليه لعملات، واصبحت ها زيد دي مقحمة بالمضاف والمضاف اليه. طيب، وقال المبرد حدث لعملات من الاول لدرجه الثانيه عليه. يعني المبرد بيقول لي اصلها يا زيد ها لعملاتي، زيد لعملاتي، يا زيد لعملاتي، فحدث لعملات الاول لدرجه الثانيه عليه. كما قال الشاعر نحن بما عندنا وانتم بما عندك، وانت بما عندك راض، نحن بما عندنا، شوف نحن بما عندنا وانت بما عندك راض، وراي مختلف، يعني نحن بما عندنا راضون. حدث الخبر او حدث المبتدا نحن بما عندنا، صح يا شيخنا؟ حدث الخبر لدلاله الثاني عليه، يعني نحن بالذي عندنا راضون، وانت بمن عندك راض، فحدث الخبر من الاول لدلاله الثاني عليه. هذا ما قال به ايه؟ المبرد. خلاص يقول هذا ما قال به المبرد. في قوله تعالى ان الله بريء من شركنا ورسوله، يعني ورسوله بريء، فحدث الخبر الثاني لدلاله الاول عليه. انا واياكم على هدى. ايوه، الله يفتح عليك. ماشي يا مولانا؟ وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف، اما قول سبيل ففيه الفصل بين المتضايفين وهما كالكلمه الواحده. واما قول مبرد ففيه حذف الاول من فيه الحذف من الاول لدلاله الثاني عليه، وهو قليل، والعكس عكسه. يعني الكثير عكسه. يعني الكثير في كلام العرب ان يحذف الثاني لدلاله الاول عليه. خلاص؟ هذا ما قاله ايه؟ الشيخ في كتابه. طيب، نعود إلى كلام أختنا الكريمة.
فقالت حكم يا زيد زيد اللي عملت. اذا تكرر المنادى مضافا فالاول يكون غير مضاف، الاول يكون غير ايه؟ يبقى مبني على الضم في محل ايه؟ نصب. يا زيد وزيد اللي عملت. والنصب في الثاني على انه منادى سقط منه حرف نداء او عطف بيان او مفعول به بتقدير اعني، نفس الكلام اللي دخله ايه؟ الشيخ. الوجه الثاني النصب، وذلك على انه الاصل يا زيد اللي عملت، يا زيد اللي عملت. يبقى تكرر يا مولانا صح؟ يا زيد، يا زيد اللي عملت، يا زيد اللي عملت. ده اللي هو الفتح والنصب يا مولانا. يبقى على انه منادى مضاف حذف المضاف اليه، حذف المضاف اليه اللي هو اللي عملت، ثم اختلف فيه. قال السيبويه ان العملات التي حذفت هي التي بعد زيد الاخيره، فصارت يا زيد العملات، ثم اخذنا زيدا واقحمناها بين المضاف الاول والمضاف اليه، فحذفنا من الثاني لدلاله الاول عليه. المبرد قال العكس يا مولانا، ماشي. قال ابن مالك في نحو سعد وسعد الاوسي ينتصب ثان وضم وافتح اولا تصب. يقول البيت ده هو ان شاء الله ايه؟ مهم جدا يا مولانا البيت ده في هذه القضيه. سيدنا مالك يقول في نحوي، في نحوي سعد سعد الاوسي ينتصب ثان وضم وافتح اولا تصب. ما اجمل كلام الشيخ يعني. في نحو سعد سعد، وده يشمل عندنا كما قال الشيخ ثلاث ابيات قالتها العرب. يا زيد وزيد اللي عملت، ده كلام سيدنا عبد الله بن رواحه. يا تيم تيم عدي، وده كلام جرير بن عطيه. وقول اخر يا سعد سعد الاوسي. ماشي يا مولانا؟ طيب. وفي نحو ايه؟ سعد سعد الاوسي ينتصب ثان. يعني ده مولانا دائما منصوب. ليه منصوب يا مولانا؟ لانه مضاف. طيب. وضم وافتح اولا. هذا الاول يبقى اما يبنى على الضم على ان في نداء يا سعد، يبقى تعالى مفرد مبدا على الضم في محل نصب. واما افتح فتح البناء، فتح اعرابي، فتح على انه منصوب يعني. تقول ايه اصلها يا سعد الاوسي، صح يا مولانا؟ يا سعد الايه؟ على تقدير المضاف. يبقى على تقدير فينا في مضاف الايه محذوف. حذف لدلاله الثاني عليه. خلاص حذف لدلاله الثاني ايه؟ عليه. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.